صباح الخير لكل متتبعي موقع تونسي نوميريك. كما نعرفوا انه اليوم فما اضراب عام في المؤسسات الاستشفائيه بكامل تراب الجمهوريه. احنا توا موجودين في المستشفى الجامعي فرحات حشيد، حاله احتقان وفوضى منذ الساعات الاولى من صباح اليوم في صفوف المواطنين. وصلت حد العنف بين المواطنين واحد الاطارات هنا في السبيطار كما قاعدين نشاهدوا. ناخذوا بعض الشهادات. صباح الخير، معنا مباشر على موقع تونس الرقمية. لو تحكي لنا شنو صار معاك اليوم بالضبط؟ انا دخلت ندخل المطار ضربني بالكف ونكهه لي الترموس بتاع شرف شريط يضرب فيه بالكف. فما هذا شيء كبير عمري 60 عام. منين جيت انت يا حاج؟ جيت من شربات، من شربات ولاد يضرب فيه بالكف شيء كبير. حاج انت منين جيت انت؟ ضربه بالحاج يتكلم كلمه خير. تفضل. هذه الديمقراطيه، هذا فضل. لكن انسان مريض وجاي من سيدي بوكي افكاري كهرباء وجاي من تطريز وزي هنا فهمتي يتحمل يصير فيه العذاب هذا فهمتي. وين الديمقراطيه بتاعك؟ وين حقوق الانسان؟ ضربت ضربة ضربت مني مدري على بوح ايش قالوا. بعض المواطنين الوافدين على المستشفى تسلقوا الباب الرئيسي وحاولوا يقتحموا في مناسبة أو في زوز مناسبات المستشفى، لكن تم صدهم ووضع البارير هذايا باش ما يدخلوش. المواطنين المحتجين هما اللي جاوا من مناطق بعيدة، من ولايات بعيدة، سيدي بوزيد، القصرين، القروان. شقع غلق الباب. العنف. احنا شكون تفرش من هك. المفروض راهم علمونا، والله المفروض راهم علمونا، علمونا من جوج. علاه علاه كما قاعدين نشاهدوا أعداد كبيرة من المواطنين معناها قاعدة تنتظر. جاوا من ولايات بعيدة، برشا يقولوا أنه ما عندهمش علم معناها بالإضراب هذايا.